اليوم حنحكي طبعا عن الـ distal end of the arm region، اللي هي طبعا الـ distal end من عظمة الهيوميرس. ونبدأ نحكي عن الـ forearm proximally. لما بنحكي عن هدول الـ regions الـ arm والـ forearm أو الـ brachial والـ antebrachial region، نحكي عن مفصل مهم ما بينهم اسمه الـ elbow joint. والـ elbow joint حيشاركوا فيه عظمة الهيوميرس الموجودة بالـ arm وعظمتين تنتين الراديوس والألنا موجودين بالفور أرم. طبعا احنا ببداية المحاضرة ونمشي مع السلايدات هون أخذنا كروس سيكشن من منطقة الأرم ريجن، وبهاي المنطقة حكينا عن المجموعة الأنتيريور من المسلز أوف ذا أرم والمجموعة البوستيريور من المسلز أوف ذا أرم، واللي نشرحه بالتفصيل مع البريك البلكسس بريكورد البريك البلكسس، ونشرحه كمان الأسبوع الماضي. فاللي شرحه وجاهي بيكون عارف عن إيش بنحكي، عن عضلات البايسبس بريكياي البريكياليس وعضلة طبعا الكوراكو بريكياليس، وموجود لهم صور هون، والطلاب اللي ما حضروه موجود بنفس الريكورد للبريك البلكسس. فطبعا هون عندي المجموعة الأمامية من عضلات الأرم اللي هي بتشمل طبعا 3 عضلات، وسموهم مع بعض فليكسر كومبارتمنت لأنهم كلهم شغلتهم يعملوا فليكسرز. فليكسرز إما بتكون للشولدر أو فليكسر للإلبو أو فليكسر للجويس، التنين مع بعض. طبعا أول عضلة بنتذكرها مع بعض الموس ديب، وهي أصغر وحدة هون اسمها كوراكو بريكياليس. كوراكو بريكياليس مصل الأوريجين تبعها من الكوراكويد بروسيس والإنسيرشن على الهيومرس ميديال بوسط الهيومرس ميديالي، وهاي العضلة هي فليكستر للشولدر كونها راح تمر عنه. العضلة اللي بعدها عضلة البريكياليس مصل، وهاي العضلة طبعا حتطلع من الأنتيريور أسبكت للهيومرس بهذا الموقع، وحتعمل إنسيرشن بالفور أرم. وين بالفور أرم؟ على واحدة من التو بونز اوف ذا فور أرم وهي الألنا. إذا البريكياليس حتعمل انسيرشن على الألنا، على تحديدا على التيبيروسيتي اوف ذا ألنا، فحتعمل فليكشن لأي مفصل، حتعمل فليكشن للإلبو جوينت. اوكي احنا طبعا هلا بنراجع، بس اني حاسس انه ما نشرحونه هذه التوبكس، انه حاولنا نشرحهم بكل الشعب. في حال طالب بتغيب او مش ذاكر وين الشرح، هم موجودين بريكورد بريك البلكسس في آخر ريكورد. طبعا هون عندي كمان الموست سوبرفيشال أو آخر عضلة بتكون على بالأرم أنتيريور، يعني هي موست سوبرفيشال أو السطحية، هي البايسبس. بايسبس تو هيدز لإلها بريكياي، في إلها لونج هيد وفي إلها شورت هيد. اللونج هيد اللي بيمر من الجروف اللي طبعا بيطلع من السوبرا جلينويد توبركل اوف ذا سكابيولا، صح؟ والشورت هيد طالع من الكراكويد بروسيس اوف ذا سكابيولا كمان، نازل بشكل دايركت اكثر بدون ما يلف.
فتو هيز بيعملوني عضلة البايسبس بريكياي انها حتعمل انسيرشن بالفور ارم، بس مش على الالنا، على الراديوس على العظمة الثانية، وهي الراديوس كمان على التيبيروسيتي. يعني الالنا والراديوس تنتين في عليهم تيبيروسيتيز. الراديوس حتكون انسيرشن للبايسبس، حتكون انسيرشن للبريكياليس مصل. تمام، الصورة اللي بعديها طبعا لعضلة اللي هي ترايسبس بريكياي ثري هيدز، في إلها اللونج هيد وفي إلها اللاترال هيد والميديال هيد، وحكينا اللاترال هيد وميديال هيد ريليتد لهذا الجروف اللي ما بينهم اللي اسمه راديال جروف، بمر فيه راديال نيرف، وهو الراديال نيرف سوري أو النيرف المسؤول عن الإنرفيشن للدورسال كومبارتمنت أو البوستيريور كومبارتمنت من الأرم والفور أرم والهاند، يعني راديال كله ورا بيكون راديال. فهاي هي عضلة الترايسبس باللونج هيد اللي طالع من الإنفرا جلينويد توبركل أوف ذا سكابيولا، واللاترال هيد والميديال هيد من الهيومرس نفسها هيعملوا انسيرشن على عظمة الألنا. طبعا لما بنطلع على عظمتين الفور أرم لازم نعرف إنه العظمة اللي بتكون سيمبل أكثر أو صغيرة هي الراديوس، العظمة اللي بتكون أكبر وممتدة لورا هي الألنا. فوين حترتبط الترايسبس؟ على الألنا، على بروسيس اسمه أوليكرونون. أوليكرونون، فلما هاي العضلة بتعمل إنسيرشن على الأوليكرونون هتعمل إكستنشن قوي للإلبو جوينت. للإلبو جوينت هي اكستنسر للالبو جوينت، بالاضافه ان اللونج هيد لحاله حيكون اكستنسر للشولدر او للجلينو هيومرال جوينت، كونها هي بتطلع من السكابيولا وبترتبط، بتمر عن الشولدر بتمر عن الالبو، حتعمل اكستنشن بالمفصلين. فخلونا هلا نبدا مع بعض. لما بنحكي نرجع لسلايد رقم 3، بنحكي عن الديستال اند من الهيومرس. هاي هي الهيومرس عظمة، ولكن الجهة التحتانية مكان ما بدها تعمل جوينت مع عظام الفور أرم. طبعا لما أنا بطلع على هاي الصورة anterior review والصورة اللي posterior review، الفرق ما بينهم واضح. الجهة anterior حشوف two fossa واحد واثنين، من الجهة posterior حشوف one fossa. تمام، طبعا هدول الفوسز بيكونوا لستركشرز او بونز معينة حنحكي عنها هلا. طبعا الهيومرس ديستني رح تعمل لي ارتكيوليشن، فاكيد بده يكون في عليها ارتكيولار سيرفيس، مكان في عليها يلين كارتليج ليعمل مفصل مع العظام الثانية ويعمل جوينت الالبو. فالمنطقة اللي عليها الهيلين كارتليج اسمها كوندايل، اسمها كوندايل. كوندايل بالاناتومي يعني rounded surface، مثل العجل انه بتمسك عليه عظمة تانية بتتحرك flexion للأمام extension لورا. فمش كل الكوندايل حيكون articulation لعظمة واحدة، حيكون منه جزء لعظمة الراديوس جزء منه لعظمة الألنا. طبعا بالفور أرم لما بنطلع anterior view اللي بتكون أقرب على اللاترال هي الراديوس، واللي بتكون أقرب على الميديال هي الألنا. هلا الجزء من الكوندايل من هذا الارتيكولار سيرفس اللي حيعمل جوينت مع الراديوس اسمه كابيتيولوم، فالكابيتيولوم حيمسك مع الراديوس، والتروكليا حتمسك مع الالنا. طبعا احنا لما رح نخلص من الهيومرس اليوم حنحكي عن الراديوس والالنا وتعرفوا بالضبط كيف حيعمل جوينت مع الكابيتيولوم والتروكليا. كابيتيولوم لاترالي، تروكليا ميديالي. كابيتيولوم للراديوس، تروكليا للألنا. في حوالين الكوندايل اللي احنا بنطلع عليه اي بي كوندايل، اي بي يعني اعلى، هذا البروسيس اسمه اي بي كوندايل. وطبعا اللي بيكون جهة الميديال اسمه ميديال اي بي كوندايل، واللي جهة اللاترال اسمه لاترال اي بي كوندايل. ولكن اللي بيكون فيهم أكبر ومور prominent أو بارز أكثر بالشكل بالعرض هو الميديال. الميديال بارز أكثر، فمنه رح نعرف إنه هاي الجهة ميديال وإنه هذا البارت هو التروكليا.
والبارت الثاني هو الكابيتولوم. طيب هذول الفسز اللي احنا بنطلع عليهم، التنتين اللي حكينا عنهم، هذول الفسز راح يكونوا لتو بروسيسز، واحد موجود على الراديوس واحد موجود على الالنا. فلما انا بعمل فليكشن، تخيل لما احنا نعمل فليكشن بالالبو جوينت، يصطدموا البروسيسز اللي على الراديوس وعلى الالنا مع عظمة الهيوميروس. لولا وجود الفسز هاي اللي حيدخلوا فيهم حيصير اصطدام. فلما بصير عندي فليكشن كامل، البروسيس اللي موجود على الألنا حيدخل بهاي الفسة اللي هي سوري، البروسيس اللي موجود على الراديوس حيدخل على الفسة الموجودة بمنطقة اللاترال، والبروسيس اللي موجود على الألنا حيدخل بالفسة الموجودة على منطقة الميديال. طيب ايش اسمهم هدول التو فسز اللي واحدة للراديوس واحدة للألنا؟ طبعا اللاترال اللي اعلى الكابيتيولوم اسمها راديال فسة، اسمها راديال فسة، حيدخل فيها راديال هيد، الهيد تبع الراديوس بدخل فيها لما انا بعمل فليكشن كامل، فاسمها راديال فسة. واللي جنبيها حتكون البروسيس موجود على الألنا على العظم الثانية، اسمه كورونويد فسة، او الفسة هاي اسمها كورونويد فسة، ليدخل فيها بروسيس اسمه كورونويد بروسيس اوف ذا ألنا خلال الفليكشن كمان. طيب من ورا مين تتوقعوا فيهم اللي حتكمل معاي للبوستيريور اسبكت؟ لو طلعنا بهاي الصورة على الراديوس، طبعا هاي هي عظمة الراديوس تمام، وهاي عندي عظمة الألنا اللي هي مور كومبلكس وأكبر، والألنا زي ما انتو شايفين حتمسك على الكوندايل وحترتبط كمان من ورا. بصورة الإكس راي هاي واضح مين الأكبر، الألنا هي الأكبر. فبتتوقعوا اوكي، بما انه انا صرت عارفة انه الراديوس اصغر حترتبط بس من الانفيريور اسبكت، وانه الالنا هي اكبر وترتبط من الانتيريور ومن الانفيريور ومن البوستيريور كمان، مين فيهم راح تكمل لورا معي، الكابيتيولوم تبعت الراديوس ولا التروكليا تبعت الالنا اللي راح تكمل معي لورا؟ التروكليا التروكليا، لأنه الألنا أكبر. ممتاز، لأنه التروكليا الظألنا، لأنه الارتكيوليشن حيكمل معاي من ورا. فلما بلف هاي الهيومرس لورا راح أشوف جزء من الكوندين مكمل معاي لورا وهو التروكليا. زي ما حكينا الألنا بتمسك كمان من البوستيريور بتعمل ارتكيوليشن. البروسيس الوحيد اللي احنا سوري الفصة الوحيدة اللي احنا شايفينها من البوستيريور فيو حتكون لبروسيس اسمه أوليكرونون، مر علينا اسمه صح؟ الأوليكرونون موجود على الألنا، فلما الألنا تعمل اكستنشن تمام، الأوليكرونون بروسيس اللي عليها حيدخل بالفوسة تبعته. يعني لو أنا بطلع على صورة الألنا هون، هاي هي الألنا وهون الأوليكرونون من ورا، لما هاي الألنا تعمل اكستنشن لورا الأوليكرونون بدخل بالفسة تبعته اللي اسمها أوليكرونون فسة من ورا. والكورونويد بروسيس لما هاي الألنا تعمل فليكشن تدخل بالكورونويد فسة موجودة على الهيوميروس من الأمام. إذا بتطلع كمان مرة، هاي الكورونويد فسة للكورونويد بروسيس أوف ذا ألنا، وهاي الأوليكرونون فسة للأوليكرونون بروسيس أوف ذا ألنا. طبعا الكورونويد بتكون anterior وبدخل البروسيس بالفسة خلال الفليكشن، والأوليكرونون بيكون posterior بدخل فيه الأوليكرونون بروسيس خلال الإكستنشن. أوكي، وهون بشوف عندي المور prominent أو بارز بشكل أفقي أكثر هو الميديال epicondyle، وهون عندي اللاترال ايبيكوندايل. طيب بما انه احنا شفنا هلا الارتكيوليشن اللي بين الهيميرس او الارتكيولار فيتشرز المهمة هون، سواء الكوندايل او الفوسز، حنشوف الراديوس والألنا. الصورة اللي بعديها العظمة هون هي عظمة الراديوس بروكسيمالي، لأنها بروكسيمالي إلها علاقة بالإلبو جوينت، وديستالي إلها علاقة بالريست جوينت أو مفصل الرسوب. طبعا الهيد اوف ذا راديوس
بيكون راوندد. أول شي حيكون شكله راوندد مثل هيك، مثل العجل، لأنه بلف بمكانه، تمام؟ بيعمل لي حركة اسمها برونيشن، سوباينيشن حنحكي عنها. والسوبيريور سيرفيس لهذا الهيد ماله كونكيف. ليش كونكيف؟ لأنه الكابيتيولوم كونفكس راوندد، فعشان يركبوا مع بعض بيكون سطح فيهم اللي هو الكابيتيولوم محدب، والهيد اوف ذا راديوس بكون مقعر ليمسكوا سوا. بعد الهيد في عندي النك، صح؟ وبعد النك اللي هي طبعا النك بتكون نارور او بتكون اقل سمكا من منطقة الهيد. ثم بنيجي على هاي التيبيروسيتي. التيبيروسيتي اوف ذا راديوس اللي احنا شايفينها هون عبارة عن بروسيس، وبكون خشن او رف، بيرتبط في عضلة معروفة جدا وهي البايسبس بريكياي. إذا البايسبس اللي صرنا عارفينها منيح حترتبط على الراديوس على هاي العظمة على التيبيروسيتي. فإحنا هيك فهمنا إنه articulation للراديوس مع الكابيتيولوم، والعضلة اللي حترتبط على الراديوس تيبيروسيتي حتعمل فليكشن وهي البايسبس بريكياي. في عندي فيتشر ثالث مهم جدا على هاي الألنا وهو الأوبليك لاين. هلا الأوبليك لاين ماله؟ الأوبليك لاين له علاقة بحركة اسمها برونيشن سوباينيشن. طبعا البرونيشن أو الوضع البوزيشن الايديال بالاناتومي او بسميه الاناتوميكال بوزيشن، ان تكون راحة اليد للامام. لما انا بلف الفور ارم وبخلي راحة اليد لورا هاي برونيشن. بهاي الحالة هاي الراديوس حتلف ميديالي. لما بتلف الراديوس ميديالي بتلف معاها الهاند، فالهاند بتصير جهة راحة اليد لا ورا مش للأمام. ولما هاي الراديوس ترجع تلف لاترالي أو لبرا تعمل سوباينيشن العكس، إنه إحنا نرجع الهاند للأناتوميكال بوزيشن، يعني تكون راحة اليد للأمام. فلما تكون راحة اليد لإلك للأمام بتكون سوباينيتد، لما تكون لورا تكون برونيتد. بالبرونيشن هاي الراديوس هي اللي حتلف لف ميديالي، بالسوباينيشن هي نفسها حتلف لاترالي، تمام؟ فالأوبليك لاين حيكون انسيرشن لمين؟ لعضلات البرونيترز والسوباينيترز، التنتين حيرتبطوا هون. هلا البرونيتر اما بتحرك الأوبليك لاين ميديالي وبتعمل برونيشن، والسوباينيتر بتحركه لاترالي وبتعمل سوباينيشن. إذا خلونا نركز شوي، أنا في عندي بمنطقة قريبة جدا من بعضهم مع بعض هون مفصلين. المفصل الأول هو اللي بيجمع الهيوميروس والراديوس والألنا واسمه إلبو جوينت. والمفصل الثاني وين؟ هيكون بين الراديوس والألنا مع بعض، واسمه راديو ألنر، راديو ألنر جوينت. طبعا الحركات اللي بتصير بالإلبو جوينت هي بس فليكشن للأمام، اكستنشن لورا، الساجيتال بلين. والحركات اللي بتصير بالبروكسيمال راديو ألنر جوينت اللي هو بين الراديوس والألنا بروكسيمالي حتكون برونيشن ميديالي سوباينيشن لاترالي. بالبرونيشن والسوباينيشن مين اللي بتتحرك فيهم، الراديوس ولا الألنا؟ هي الراديوس اللي حتلف. الراديوس بتصير تلف بالهيد تبعها، إذا لفت ميديالي لجوا هاي بنسميها برونيشن، وإذا لفت لاترالي لبرا بنسميها سوباينيشن. وفي إلها زي ما حكينا عضلات، العضلات اللي بتعمل برونيشن اسمهم برونيترز، والعضلات اللي بيعمل السوباينيشن اسمهم سوباينيتر. هلا عشان العضلة تعمل برونيشن حتيجي من الألنا على الراديوس على الأوبليك لاين وتلفها ميديال تعمل برونيشن، وعشان العضلة تعمل سوباينيشن
حتيجي من ورا، تيجي من الألنا وتلف من ورا الراديوس، ترتبط على الأوبليك لاين وتسحبه لبرا، تلفها لبرا، تعمل lateral rotation أو supination of the radius. هلأ حنوضح هاي الفكرة كمان. إذا بالراديوس في عند ال head of the radius، وفي عند ال neck وال tuberosity وال oblique line. طيب الألنا، الألنا طبعا more complex، فمعطينا لإلها 4 جهات مختلفة، في إلها ال anterior view وال posterior view، وهون في عند ال lateral وال medial. طبعا أول شي حيلفتنا إنه هي شكلها مثل الهوك، لأنها حتمسك على التروكليا، فهي رح تشبك مع التروكليا من هاي الناحية، فاسم النوتش اللي إحنا بنأشر عليها تروكليير نوتش، اسمها تروكليير نوتش، مكان ما بتمسك على التروكليا أو ذا هيوميروس. أوكي، هلأ من الأمام عليها هذا البروسيس الصغير اسمه كورونويد بروسيس، واللي بدخل بالكورونويد فوسا خلال الفليكشن، ومن ورا عليها أوليكرونون مكان الانسيرش لعضلة الترايسبس، واللي بالإكستنشن بدخل بالأوليكرونون فوسا. إذا الأوليكرونون بيكون بوستيريور والكورونويد أنتيريور، وهون التروكليير نوتش. هذا هو الارتيكيوليشن مع مين؟ مع الهيوميروس. طيب مكان ما حكينا انه في عندي مفصل بين الراديوس والألنا، حكينا انه بروكسيمالي اسمه بروكسيمال راديو ألنا، بهذا المفصل اللي بنحكي عنه حيكون في عندي جوينت بين الراديوس والألنا، وحيكون الراديوس عاملت لي نوتش على الألنا. إذا الراديوس عاملة مكان على الألنا إلها اسمه راديال نوتش. ليش عاملة مكان على الألنا؟ حتى يصير في بينهم articulation نوع synovial، ونوع المفصل اللي هون بايفوت، بايفوت يعني بلف للأمام ولورا، بلف ميديالي بلف لاترالي. الهيد اوف ذا radius الدائري حيلف بهاي النوتش اللي على الألنا، ميديالي pronation laterally supination. فحتشوفوا انه على الألنا بس من الجهة اللاترال او من جهة الراديوس، لانه الراديوس على اللاترال بالنسبة للألنا، فهذا هو lateral view. حتشوفوا انه في عندي نوتش عاملتها الراديوس على الألنا اسمها radial notch، مكان البروكسيمال راديو ألنا، ولازم نميز بينها وبين الراديال فوسا اللي على الهيوميروس. طبعا على الهيوميروس في عند راديال فوسا وكرونويد فوسا ومن ورا اوليكرونو فوسا، بس هاي اللي عملتها الراديوس على الألنا اسمها النوتش، وهاي اسمها تروكليير نوتش كمان. تروكليير نوتش للهيوميروس وراديال نوتش للراديوس. تحتها بشوف في عندي كريست، كريست بالاناتومي يعني بروسيس طويل ورفيع اسمه السوباينيتر كريست. هلا السوباينيتر كريست هو المكان اللي حتطلع منه عضلة السوباينيتر وتلف ورا الراديوس، ترتبط على الأوبليك لاين، تسحبه لبرا، تعمل سوباينيشن. فالسوباينيتر كريست حنشوفه بعضلة السوباينيتر هو أوريجين لعضلة السوبرينيتر اللي حيكون الانسيرشن تبعها على الراديوس، وحتلفها لاترالي لتعمل سوبرينيشن. فهاي الجهة اللاترال شفنا فيها الراديال نوتش والسوبرينيتر كريست، والتنتين بيكونوا من جهة الراديوس يعني على اللاترال فيو للألنا. كورونويد بروسيس وليكرونون بروسيس وتروكلير نوتش. من الانتيريور فيو ايش حنشوف؟ تروكلير نوتش، كورونويد بروسيس، وايش كمان؟ تيبيروسيتي اوف الألنا. طبعا هاي التيبيروسيتي مرت علينا لانها هي انسيرشن لعضلة البريكيالس، بريكيالس اللي جاي من الآن، والتيبيروسيتي اوف ذا راديوس هي للبايسبس. تيبيروسيتي اوف ذا ألنا هاي هي للبريكيالس مصل.
تمام. هلا على الميديا فيو ما في عندي اي بروسيسز مهمة، اوكي. من البوستيرير فيو في عندي الاوليكرونون، اوليكرونون مكان الانسيرشن لمين؟ لعضلة ترايسبس بريكياي، ترايسبس بريكياي على الاوليكرونون من ورا. هاي الصورة هي لعضلات الارم انتيرير، وهي صورة حكينا عنها ببداية المحاضرة. وهون عندي الترايسبس بريكياي اللي هي posterior view sorry of the arm. هلا سلايد 7 8 9 حتحكينا عن blood supply of the arm. طبعا كلنا بنعرف ال axillary artery، وبالمختبر الثاني حكينا انه ال axillary artery احنا بنطلع عليه اول ما بطلع من ال superior thoracic opening او من فتحة الصدر، هون بيكون اسمه subclavian artery. طبعا هو رايح ديستالي، اخذ الدم للمسلز او الريجنز اللي بالارم. اول ما بطلع اسمه subclavian، بوصل عند الكلافيكل. ايش في عندي عند الكلافيكل؟ الانلت للاكزيلا، الانلت مدخل الاكزيلا ورا الكلافيكل، صح؟ ورا الكلافيكل. هذا subclavian artery دخل على الاكزيلا، تغير اسمه، نفسه هو نفس الارتري بس بتغير اسمه من مكان لمكان، فصار اسمه axillary artery. وفي إنه branches حكينا عنها بتطلع من الفيرست بارت والسكند بارت والثيرد بارت. بضل اسمه axillary artery ليوصل لعند التيريس ميجر موسل، تمام. بيطلع من الاكزيلا بصير اسمه brachial artery بالارم، من blood supply of the arm اللي brachial artery. وطبعا لأنه ماشي على anterior compartment، مين حيغذي عند العضلات البوستيريور؟ مين راح يكون blood supply للبوستيريور compartment؟ فهذا البريكيل أول ما طلع من الأكزيلا طلع لي هذا البرانش اللي اسمه profunda brachii. البروفوندا brachii حيغذين البوستيريور كومبارتمنت، تمام هيك. هلا البريكل بيكمل يوصل عند الالبو جوينت. هون بالالبو جوينت بصير انقسام للبريكل ارتري لتو ارتريز، واحد جهة الراديوس بضله ماشي لاترالي اسمه راديال ارتري، وواحد جهة الالنا اسمه النر ارتري، تمام. واحد لاترالي واحد ميديان. اذا البريكيال انقسم عند الالبو جوينت، تمام هيك. هلا بالفور ارم طبعا لما بندرس العضلات حنحكي كيف حيمشي الالنر كيف حيمشي الراديا. بالنسبة لهاي الصورة، هي صورة بس حطيت لكم اياها مش مطلوبة بحذافيرها، حتحكي عن الاناستوموسيس وبدنا نتعرف ايش يعني اناستوموسيس. طبعا هون البريكيال ارتري او اللي كان اسمه سبكليفيان ثم اكزيلاري بهاي المرحلة اسمه اكزيلاري لانه لساته بالاكزيلا، والاهم انه من احد تفرعاته بالاكزيلا هم الانتيريور والبوستيريور سيركمفلكس هيومرال. فالانتيريور والبوستيريور سيركمفلكس هيومرال هما تو ارتريز بيلفوا حوالين الهيومرس بيغذوني عضلة الدلتويد، كمان هم طالعين من الاكزيلاري بارت. هلا طلع الاكزيلاري من الاكزيلا صار اسمه بريكل، طلع لي البروفوندا بريكاي اللي حكيت لكم عنه اللي بيرجع لورا. طبعا البريكيال ارتري بضل زي ما حكينا من شوي نازل عند الالبو راديال والنر، ولكن في حال صار في عندي كلوت او بلوكيج تسكير لهذا المين تراكت اللي حكينا عنه، انه ممكن يؤدي فصل الدم، تمام، عن منطقة معينة انه يصير فيها death necrosis. necrosis يعني موت العضو او الاورجن او العضلة بسبب نقص الاكسجين اللي جاي من الدم. فربنا خلق فينا اناستوموسيس، والاناستوموسيس بنلاحظ وجوده حوالين التفرعات، حوالين الجوينز، حوالين ما في عندي تفرعات للمين ارتريس في عندي اناستوموسيس. اناستوموسيس هي هاي الطرق الفرعية اللي احنا بنطلع عليها،
اللي بتربط بين البراكيال وبين الألنر، تمام، وبين البروفوندا أو البراكيال وبين الراديال، يعني هي طرق التفافية للدم في حال صار في عندك كلوت للطريق الرئيسي. فإيش حيكون اسمها؟ حيكون اسمها كولاترال. كولاترال يعني رايحة تعمل كولابوريشن أو تعاون مع فيزلز تاني. هون عند الألنر كولاترال أرترز هيعمل أنستموسيس مع الألنر ريكرانت. شو يعني ريكرانت؟ ريكرانت يعني راجع، تمام؟ يعني أرتري بدل ما يمشي ديستالي راجع بروكسيمالي، بنسميه ريكرانت. بيعمل اللي بينشبك أو بيمسك مع واحد من الكولاترال بهاي الطريقة. كل كولاترال حيمسك مع واحد ريكرانت، سواء من الميديال أو من اللاترال سايد، لتصير عندي أنستموسيس. فأنا ما راح أطلب منكم أسماء البرانشز هاي، تمام، بدي اياكم بس تعرفوا البريكيال البروفوندا وعندي الالنر والراديا، هذول اثنين المين ارتريز. ولكن لو نطلع عليهم حنفهم طبيعة الانستموسيس اللي صار عندي هون، اللي كان بين الاكزيلري وبين الالنر وبين الراديال ومع مع البروفوندا او الديب برانش من البريكيال ارتري اللي جاي من ورا. بالنسبة للفينز، أنا كان فين في عندي زي ما حكينا أرتري واحد، أرتري واحد سبكلافيان أكزيلاري وبعدها اسمه بريك الأرتري. طيب بالنسبة للفينز، حكينا عن الفينز كمان من المختبر الثاني إنه أنا عندي تو مين فينز، عندي وريدين رئيسيين بالأطراف العلوية، طبعا هم طالعين من الهاند، واحد بضله ماشي على اللاترال اسبكت واحد بضله ماشي على الميديال اسبكت وما بيلتقوا، تمام. اللي ماشي لاترالي اسمه سيفاليك فين، هذا اللي ماشي لاترالي اسمه سيفاليك فين، واللي ماشي ميديالي اسمه بازيليك فين. طبعا بنتقلوا من الهاند للفور أرم للآرم، اللي ماشي لاترالي هو سيفاليك واللي ماشي ميديالي هو بازيليك. بصير بينهم تعاون بسيط عند منطقة الإلبو في آرتري صغير، هذا الآرتري هو نفسه بنستخدمه بسحب عينات الدم في المختبر أو لإجراء الفحوصات، واسمه ميديان كيوبيتال فين. حيكون أناستموسيس بين سيفاليك والبازيليك، بس بعديها بيرجعوا السيفاليك لاترال والبازيليك ميديال. فنكمل معاهم لأنه هدول اثنين هم الرئيسيين بالأبر ليمب، يعني كل الدم الفينوس حيجي ويصب فيهم. السيفاليك بضل سوبرفيشال شوي من برا لبرا ولاتراني، والبازيليك ماله وين بدخل؟ البازيليك بدخل على الأكزيلا، بدخل بمنطقة الأكزيلا. فإيش بصير اسمه البازيليك؟ بصير اسمه اكزيلاري. يعني بسألكم بالامتحان انه الاكزيلاري فين هو كونتينيويشن للسيفاليك ولا للبازيليك؟ هو كونتينيوس مع البازلك البازيليك اللي دخل على الاكزيلا. فبصير عندي بمنطقة الاكزيلا اثنين، واحد جوا الاكزيلا اسمه اكزيلاري فين، وواحد برا شوي بين عضلة الدلتويد والبكتوراليس ميجر اسمه السيفاليك. طيب مين فيهم راح يروح عند التاني؟ السيفاليك راح يتنازل ويجي يصب الأكزيلاري بالبارت الأول، بالفيرست بارت من الأكزيلاري فين أو على مستوى الضلع التاني. طبعا حكينا الجزء الأول بيكون قبل البكتوراليس ماينر، هذا الفيرست بارت، واللي ورا عضلة البكتوراليس ماينر سميناه السكند بارت، واللي بعدها لعند التريس ميجر سميناه ثيرد بارت. فبالجزء الأول منه سيفاليك بدخل بصب الأكزيلاري، بعدها طبعا بيكمل بس بضله اسمه أكزيلاري لحد ما يطلع من ورا الكلافيكل بهاي المنطقة، بصير اسمه ايش؟ سب كليفيان. سب كليفيان معناها الفين زي ما انتو شايفين راجع على القلب، راجع تو فينز
سيفاليك لاترالي بازيليك ميدياني. البازيليك هو اللي بدخل على الأكزيلا فبصير اسمه أكزيلاري. هلا السيفاليك بيجي بصب الأكزيلاري بالجزء الأول من الأكزيلاري بين، وبعد ما يطلع الأكزيلاري من الأكزيلا كلها من ورا الكلافيكل بصير اسمه سب كليفيان فين. سب كليفيان فين اللي بيجتمع مع هذا الوريد اللي انتو شايفينه اللي جاي من الهيد، واسمه انترنال جيجولار فين. تاخدوه بالمستقبل واتنين بيكونوا لي اللي هو سوبيريور فينا كافا او الوريد الاجوف العلوي. تمام. هلا بالنسبة لهاي التفرعات الصغيرة من الفينز او السمول فينز، هاي خلونا نكبر الصورة. هاي الفينز اسمها بيرد، بيرد فينز، بيرد فينز مع البريكيال ارتري، بيرد فينز مع البروفوندا بريكياي، بيرد فينز مع الالنر ومع الراديال. طبعا هدول حيكونوا رايحين مع الارتري مكان ما بيروح، ولكن هما حيعملوا درينج يجيبوا الدم الدي اوكسيجينيتد، وبالنهاية راح يصبوا بالبازيليك تمام او بالسيفاليك في واحد فيهم، لانه هما الرئيسيين البازيليك والسيفاليك اللي كل الفينز الصغيرة حتصب فيهم. فأتمنى تكون واضحة. لما نوصل للفور أرم هاند راح تلاحظوا بالضبط إنه السيفاليك والبازيليك بيمتد واحد لاترالي واحد ميدياني على طول الأبر نيرف. بالنسبة للنيرفز طبعا هلأ احنا بنحكي عن المرحلة ما بعد بريك البلكسس، وآخر مرحلة اللي هي علامة الام، حرف الام، الام ساين اللي حكينا بتكون بمرحلة التيرمينال نيرفز صح؟ في البريكل بلكسس حكينا الشعب اللاترال منه من حرف الام هاد ماسكولو كوتينيوس نيرف، والشعب اللي بالوسط ميديال نيرف، والشعب الميديال اسمها النر نيرف. كل واحد وين بيروح؟ الماسكولوكوتينيوس حيشتغل على الارم انتيريور، فراح تشوفوه بتفرع بين عضلات الارم فراكو بريكياليس وبريكياليس والبايسبس، بيعملهم انرفيشن. انرفيشن يعني موتور برانشز. هاي بعديها الماسكولوكوتينيوس لما يخلص انرفيشن بالارم حيكمل على الفور ارم. ايش حيعمل بالفور ارم؟ حيكون كوتينيوس يعني سينسوري، يعني ما بيروح على العضلات، بيروح على السكن، بيروح على الجلد. فالماسكولو كوتينيوس اللي كان له موتوري برانشز بالارم بصير له سينسوري برانشز الفور ارم لاترالي، بصير اسمه نفس الماسكولو كوتينيوس بصير اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ارم، يعني النيرف المسؤول عن الإحساس sensation للسكن في المنطقة اللاترال من الفور آرم. ذاكرين طبعا قلنا إحنا الميديال كوتينيوس نيرف للآرم والفور آرم اللي أخذناهم بالبريك البليكسس، فبضل عند المناطق اللاترال والبوستيريور والأنتيريور حيكون في إنهم sensory nerves أخرى. طيب الميديان والألنر، هلا الميديان ما إله دخل بالارم، نفس الشيء الالنر ما إله دخل بالارم، هدول الاثنين حينزلوا على الفور ارم والهاند. فشوفوا كيف حينزلوا، موست ميديان هو الالنر وحيمشي ورا الميديال ابيكوندايل ويكون قريب جدا من السكن تحت السكن مباشرة وينزل على الفور ارم، واللي ماشي بالنص مع البريكيال ارتري هو الميديان نيرف، هو الميديان نيرف. طبعا الميديان نيرف مسؤول عن أغلب عضلات الفور أرم anterior، بيروح بيكمل بالهاند تمام، بيشتغل بالهاند شوي من ناحية موتور. هلا الألنر بيشتغل كمان بالفور أرم والهاند، بس بالهاند أكثر من ناحية موتور. بمعنى لو حدا سألكم الألنر والميديان نيرف وين بيشتغل، بتحكوا لهم بيشتغلوا بالفور أرم والهاند، بس الميديان بيشتغل بالفور أرم أكثر والألنر بيشتغل بالهاند أكثر، بالهاند أكثر.
والدليل إنه الميديان بيشتغل على كل عضلات الفور آرم ما عدا عضل ونص. مين بيعملهم العضل ونص؟ الألنر. تمام هيك. بس الألنر لما بنزل على الهاند بيعمل لي إنرفيشن لأغلب العضلات الداخلية بالهاند. أغلب العضلات تبعون الهاند من الألنر نيرف. تمام هيك. طبعا لما نوصل إن شاء الله بهاي المناطق حنحكي أكتر عن الألنر وعن الميديان وين بيشتغلوا بالضبط، ولكن هم التنين طالعين من الإم ساين من البريكل بليكسس وما إلهم علاقة بالآرم، بضلهم نازلين على الآرم والهاند. طيب هذا اللي باللون الأورنج شوي من وين جاي؟ هذا الراديال نيرف اللي جاي من ورا اللي كان يشتغل على عضلة الترايسبس إجا على الطرف اللاترال شوي. إيش بيعمل على الطرف اللاترال؟ حيجي على كم عضلة موجودة لاترال هون وبعدين يرجع ويكمل ورا، فبيعطيني هون برانش رجع لورا اسمه ديب برانش. إذا خلوا ببالكم إنه الراديال نيرف هو النيرف الأساسي المسؤول عن كل إشي بوستيريور، ولكن عند الإلبو جوينت بيجي شوي أمام اللاترال إبيكوندايل بعديها برجع بكمل ورا of the forearm على البوستيريور كومبارتمنت of the forearm. هذا الراديال. إن شاء الله حيكون إلنا رجعة كمان لهدول النيرفز لما بنوصل الفورآرم والهاند. لما بنخلص العضلات بنبلش نحكي عن النيرفز. هون عندي النيرف أكيد اللي حتشوفوه ماشي بالراديال جروف بين اللاترال هيد والميديال هيد لعضلة الترايسبس بريكياي وخاصة بالبوستيريال كومبارتمنت، وماشي معاه آرتري هو البروفوندا بريكياي اللي طالع من البريكيال آرتري. إذا حيمشوا اتنين يطلعوا لي من التريانجولر انترفال. تمام. بروفوندا بريكياي وراديال نيرف حيشتغلوا على المنطقة الخلفية من الآرم. أوكي هيك. حيطلعوا لي برانشز كوتينيوس ان يعني راديال نيرف حيعطيني برانش لمنطقة الآرم لاترالي مش هو إيه طبعا حيعطيني لا الارم لاتري ولا الفور ارم بوستيريور. بوستيريور يعني بالاخر راح احط لكم صورة عبارة عن خريطة بتوضح كل نير بالضبط وين حيشتغل سنسوري، ولكن لحد الان صرنا حاكين ان الماسكولوكوتينيوس وين بيشتغل سنسوري لاترال للفور ارم، والراديال وين بيشتغل سنسوري لاترال للارم مع بوستيريور للفور ارم. تمام. لا هاي بدها شوية تراجع بالنسبة للسنسوري، ما بدنا نخربط كل اشي ببعضه، بس هم كتير واضحين. يعني لما هذا النيرف يشتغل بموتر بمنطقة معينة بكمل معاه برانشز تشتغل سنسوري بمناطق أخرى، وكلهم بيكونوا قريبين من بعض، ولكن بدنا نرجعهم كمان بالآخر لنكون دارسين الميديان أحسن والألنر أحسن، ونحكي كل واحد وين بيشتغل سنسيشن وين بيشتغل موتور ونغطي كل الأبر لين. ولكن لما بتشوفوا إنه الراديال نيرف مطلع لي كوتينيوس برانشز لاترال للأرم أوكي أو بوستيريور للفور آر ما تستغرب، لأنه هدول التو سنسوري برانشز هما جايين من الراديال. تمام. هذا هو حنشوفه ورا الميديال إبيكوندايل الألنر اللي حكينا لما إنسان مثلا يضرب المنطقة الميديال من الكوع عنده بالحيط أو بالطاولة بحس بألم، صح؟ بحس بألم على طول الفور آرم لأنه بيكون ضرب الألنر نير بشكل خفيف، طبعا ما أدى لإنجري كاملة، ولكن كونه هذا العصب بيكون تحت السكن مباشرة ممكن إنه يتأذى في الضربات القوية الألنر نير. طيب خلونا نخلص حكي عن النيرفز، وما تنسوا إنه إحنا النيرفز ما بنخلص منهم والأرتز ما بنخلص منهم لأنهم نفسهم حيكملوا معاي بالفور آرم والهاند، فبدنا نرجع لهم من وقت لتاني.
هلا هون نطلع بس على الارتكيوليشن اللي بصير بين الراديوس الالنا والهيوميروس. الراديوس مع الكابيتيولوم والالنا مع التروكليا، صح؟ بهاي الصورة بتشوفوا الحركة اللي بتصير للإلبو هي فليكشن اكستنشن الوحيدة، وبهاي الصورة بتشوفوا الحركة اللي بتصير في البروكسيمال راديو ألنر اللي هون المفصل اللي بتكون الراديوس عامل تاتش على الألنا، والحركة اللي بتصير فيه برونيشن سوباينيشن. الراديوس بتلف ميديالي بروناتد لاترالي سوباينيتد. بس نكمل هدول الصورتين ورح ننهي لليوم. طبعا بهاي الصورة حوالين الالبو جوينت رح تشوفوا السينوفيال ميمبرين، وظيفته الأساسية إنه هو يفرز أو يعمل فلتريشن لبلازما الدم ويعطيني سينوفيال فلويد داخل السينوفيال كافيتي للمفصل حتى يقلل من الاحتكاك بين العظام. وعلى هاي السينوفيال ميمبرين مباشرة حيكون في عندي هاي الفات بادز. هاي الفات بادز عبارة عن كتل دهنية، إيش الغرض من وجودها؟ بالكورونويد فوسة وبالراديال فوسة، وفي مثلهم كمان من ورا بالأوليكرونوم فوسة. الغرض منهم إنه لما العظم من هون الكورونويد بروسيس يدخل على الفوسة تبعته ما يصطدم العظم بالعظم، لأنه ممكن يؤدي لتآكل بالميمبرين أو لتآكل أكبر بالعظم نفسه. يعني وفي تسرع. بعد مثل الكاشن مثل البيرسا حماية، تمام، حماية بين العظم والعظم. في عندي فات باد سواء على الكورونويد فوسة مع الكورونويد بروسيس، راديال فوسة مع الراديال هيد، أو من ورا مع الأوليكرونون. وكمان بنفس طبعا هاي الفات باز بتكون ما بين السينوفيال ميمبرين وما بين الجوينت كابسول، يعني هي داخل الجوينت كابسول، فهي حتحميني بشكل مباشر السينوفيال ميمبرين والفوسة البوني فوسة نفسها. طيب هذا الليجامنت اللي احنا شايفينه المهم جدا اللي هو annular ligament of the radius او annular ligament، ماله طالع من الألنا بلف حوالين الراديوس وبيرجع على الألنا. واضح انه هذا الليجامنت مهمته الأساسية تثبيت البروكسيمال راديو ألنر، والهيد نفسه بلف تبع الراديوس طبعا بلف جوا الليجامنت ميديالي ولاترالي، عرفناه اسمه الانيولر ليجامنت. حكينا انه الاطفال تحت عمر 5 سنين بتكون عندهم الهيد اوف ذا راديوس اصغر من حجم الليجامنت، فلما نشدهم بشكل عنيف من الفور ارم بيطلع الهيد اوف ذا راديوس من الليجامنت بيسبب الام كبير للطفل. وبعد عمر ال5 سنوات لما بيكتمل نمو الهيد اوف ذا راديوس بصير اكبر من الليجامنت او بصير محكم داخل الليجامنت فبيطلع بصعوبة. فالأطفال الصغار ندير بالنا ما نمسكهم من الفور آرم ونشد، لأنه ممكن يصير في عندهم dislocation للهيد اوف ذا راديوس من الانيولر ليجامنت. آخر صورة هون حنشوفها اليوم اللي هي بتحكي عن الجوينت كابسول اوف ذا البو جوينت مع وجود الانيولر ليجامنت اوف ذا بروكسيمال راديو. انا شوفوا كتير قريبين على بعض هدول المفصلين، وهون على الجنبين حنشوف كولاترال ليجامنتس. كولاترال يعني جاي تعمل تعاون بين عظمتين. الألنر بيكون بين الميديال إبيكوندايل مع الألنر، والراديال بين اللاترال إبيكوندايل مع الراديوس. ألنر كولاترال ليجامنت ميديالي، راديال كولاترال ليجامنت لاترالي، والأنيولر. هدول هما الثلاثة أهم ليجامنتس موجودين بمنطقة الإلبو والبروكسيمال راديو ألنر. وهون عندي التبيروسيتي للألنا والتبيروسيتي للراديوس جنب بعض. أوكي؟ تمام.